اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، وتاني ايام الشهر الكريم. كل عام وحضراتكم بخير. رمضان في مصر حاجه تانيه، والسر في التفاصيل. واحنا كمان رمضان عندنا على شاشه القناه الاولى له تفاصيله كتيره، فخاصه في المطبخ بتاعنا. تفاصيله في ايه؟ ودي سياستي في الشهر الكريم ده طبعا، لان احنا كل سنه مع بعض في الشهر الكريم، وكل سنه ببقى حابب ان انا اعمل حاجه جديده. السنه دي حاجه جديده بتاعتي، ان انا باقل تكلفه ممكنه تقدر تعملوا سفره لها تفاصيل كتير بتناسب الصغيرين والكبار وكبار السن وضيوفك كمان، وباقل تكلفه. معايا النهارده لحمه، هعمل طبق كبسه حلو بالخضار. وجود الخضار في الكبسه بيغنيك عن طبق شوربه، اذا كان كوسه، جزر، بطاطس وهكذا. الكبسه دي طبعا مشهور بيها المطبخ العربي والمطبخ الخليجي، تحيه كبيره لكل اخواننا العرب وخاصه الشعب السعودي، لان الكبسه مشهوره هناك. هنعملها النهارده بتفاصيل على اصولها، هنشوف نعملها ازاي. معايا طبق فول، هيكون سحور طبعا، لان احنا كمان ملزمين بطبق السحور نكون محضرين له ومجهزين له، فهعمل فول بالسجق النهارده. برضه هيكون له تفاصيل كتير غير اللي معتادين عليه. هشوف ازاي نقدم الفول المهروس الحلو ده كده من غير ما نشوف حبايه الفول، ونحط عليه السجق بلطيف وجميل يزينه. معايا طبق كنافه النهارده، او صينيه كنافه بالتمر. نعملها بالتمر ازاي واللوز، هي حاجه قيمه غذائيه عاليه جدا، كلنا عارفين اللوز بيعلي المود وقيمه غذائيه من اوميجا 3. هنشوف نعملها ازاي الكنافه بتاعتنا، ممكن نعملها بالمانجا، نعملها بالتمر، نعملها بالكريمه، نعملها بالقشطه، زي ما احنا عايزين. معانا السمبوسه بقى النهارده مفاجاه، هالبينو. الهالبينو ده اللي هو الفلفل الحار، يخش مع جبنه ازاي مع زريلا وتبقى سايحه كده، والواحد ياكل واحده اتنين تلاته يسيب كل اللي على السفره. هي دي التفاصيل. هشوف نعمل سمبوسه النهارده ازاي بشكل جديد وبطعم جديد. حلقه فيها تفاصيل كتير، ويوم جديد من الشهر الكريم، تاني ايام الشهر الكريم. تابعوا الحلقه بكل اهميه، لان انا دوري ان انا اكون سند لكل ام بتخش جوه المطبخ عايزه تعمل سفره باقل وقت ممكن وكمان باقل تكاليف. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف الطبيعي. بجهز الكاونتر بتاعي اللي انا فرحان بيه ده كده، واوسع لنفسي شويه حاجات كده اللي هشتغل فيها. وانت الطبيعي في مطبخك طبعا بتبقى كل الحاجات مترتبه وجاهزه. انا هبدا باول حاجه، مقادير الكبسه هقولها لحضراتكم كده سريعا عشان تجهزيها وتعمليها. معانا لحمه ضاني، دي لازم تكون ضاني. انا احب الكبسه باللحمه الضاني، الحته الملبسه اللي هي بيت الكلاوي دي، احلى حاجه تتعمل كبسه. معانا بصل، معانا توم، معانا جنزبيل، معانا الرز البسمتي طبعا لازم يكون حبايه رز حلوه كده لطيفه وجميله، اتغسل مره واتنين وتلاته وسبناه بعد الغسيل على جنب. ومعانا البهارات العربيه. ايه البهارات العربيه؟ اللي هي عنوان الكبسه في كل مكان عربي، في الخليج، في السعوديه، في اي مكان، اللي هو اللومي، الليمون الجاف، والقرفه اللي هي الدارسين اللي هو القرفه الخشب، وكمان المسمار اللي هو القرنفل، ده المسميات بتاعته، والحبهان الاخضر او الهيل بتاعنا الجميل الحلو، وورق لورا، وشويه ملح، وشويه فلفل. اكتر من كده ما تحطيش عشان الطعم ما يهربش منك. اول حاجه بنحط معلقه سمنه حلوه زي الفل، ممكن تعملها بالزيت لو انت عايزه، بس هي بسمنه طبعا تبقى احلى بكتير. قلب كل ده مع بعضه. لحمه، بصل، نحط البهارات بتاعتنا الحلوه اللي هي عنوان الكبسه في اي مكان، قرفه خشب اهي، وهنحط قرفه ناعمه بعضه اهي، وعندنا مسمار اللي هو القرنفل ده اساسي، عندنا الحبهان اللي هو الهيل. انا بقول المسميات في الخليج والمسميات هنا عند العطارين عندنا في وسط البلد. ورق لورا، اللومي، واحد اتنين تلاته، واخد واحدايه بايدي كده اهو واكسرها كده اهي، شايفين الجو اهي اهي. المقادير على الشاشه اهو. الله، الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. فريق العمل بتاعي، فرسان التلفزيون والاخراج، والناس الجميله الحلوه اللي معايا. حبايه لومي كده بكسرها بتديني المزازه بتاعه الليمون اهو اهو. اقلب ده كله مع بعض. هي اللي في الحله كل ده. عايزاها بالخضار يا بسنت، هتحط خضار. عايزاها باللحمه بس كده من غير اي خضار، عشان تكسبي وقت في المطبخ وما تضيعيش وقتك، لان عندنا وقت تاني. ان احنا برضو ايه، شهر رمضان ما يعديش علينا غير لما ياخد حقه من العباده، ان احنا يكون عندنا ميه بتغلي على النار، ما استناش لما الميه تغلي في قلب اللحم. موضوع بسيط. تفاصيل صغيره وانا بعمل الاكله بتاعتي، ولكن بتفرق كتير في الطعم والشكل
وكمان التقديم ميه بتغلي. الميه دي ممكن تكون شوربه عندك من امبارح، ممكن يكون بوكيه جارنيه زي اللي انا عامله دلوقتي، شويه كرفس حلوين كده، بصلايه حلوه، وميه بتغلي على النار لونها اخضر من الكرفس ازاي، يعني قيمه غذائيه عاليه جدا اهو، وزي الفل. الميه على قد ايه يا شباب؟ هو ده الكلام، ده السؤال. رز بسمتي احنا محتاجين للكبسه دي نعمل قد ايه رز؟ ممكن نعمل على دي مثلا 2 كيلو رز، ممكن نعمل عليها 3 كيلو رز، مش هتقول لا نكتر الميه ونكتر الشوربه، لا احنا نعمل عدد افراد الاسره، عشان بيبقى الاكل في رمضان لما بيبيت تاني يوم بيبقى حلو وكل حاجه، بس بيبقى دايما عايزين الجديد، فتعملي على قد السفره بتاعتك، لقيتي في حاجه زياده اديها للغلابه، اديها للمساكين، نوزع للجيران حبايبنا وهكذا. انا هعمل تقريبا كوبايتين من الرز، دول كوبايتين رز بسمتي غسلتهم وجنب، يستاهلوا ميه قد ايه الميه اللي انا حطيتها ديت؟ عشان كده بحدد عيار الميه او عيار الشوربه بتاعه الكبسه وانا شغال. لسه لغايه دلوقتي ما حطيتش الملح ولا بقيه البهارات. بقيه البهارات عندي ملح وفلفل. زي الفل، ادي الملح بتاعنا ينزل كده، والفلفل الاسود زوديه شويه، الكبسه بتحب تكون سبايسي شويه، شويه فلفله حلوه اللي انا بحبها اللي هي البابريكا يعني اهو، واقلب كل دول مع بعض. خلصت الكبسه يا شيف، خلصت، اسيبها تستوي اللحمه بعدين انزل بالرز. خلصت طبق اهوت في وقت قليل جدا وانا شغال هغطيها. حلو، نبص على تفاصيلها قبل ما اغطيها. حمرت بصله وتومه، نزلت باللحمه الضاني او اللحمه الكندوز بس يفضل ضاني، وحته لحمه ملبسه. بعدين نزلت بالخضار بتاعي اللي انا حبه، الجزر والكوسه، وحطيت البهارات العربيه بتاعتي، قرفه خشب اللي هي الدارسين، واللومي اللي هو الليمون الجاف، والمسمار اللي هو القرنفل، مع ورق لورا وحبهان وملح وفلفل، وحط لها الميه بتاعتها اللي قد كميه الرز، واغطيها واسيبها تغلي. حلو الكلام. ادي الرز البسمتي بتاعي، جيب لي تفاصيل الرز وهو نازل مع الخضار، نازل مع اللحمة الضاني، نازل مع البهارات العربية، كبسة بتتكلم سعودي ولكن بخفة دم مصرية. ايه الجمال والحلاوة دي؟ هو ده لسه دي هتاخد معلقة سمنة دلوقتي بس الرز يستوي ورينا عضلاته كده في وسط اللحمة. انزل بمعلقة سمنة على الوش كده، سمنة بلدي الشماخة والشخصية بتتكلم صعيدي زي الفل. هسيبها تغلي على النار وغطيها علشان ما تاخدش وقت كبير في السوى. تمام، ادي الكبسه جاهزه، اغطيها. حلو، ايه التركايه يا شيف بوغازي؟ معلقه سمنه بلدي معايا زي الفل على وش الكبسه كده بشويه شوربه تديني اللمعه بتاعه الكبسه. وهدي النار عليها بقى لغايه ايه، قبل المغرب نص ساعه كده واغرفها. وهدي النار يلا عشان نخش على اللي بعده. كبسه جاهزه زي الفل اهي، واتقل على الكبسه بتفاصيلها لما تستوي. لا لا، شوف بقى، شوف 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 اللحمه مع الجزر مع الكوسه مع البهارات العربيه، اللومي بتاعنا عنوان الكبسه الله الله الله، اللهم اني صايم السرفيس بتاعي تقديم، سرفيس كبير كده عشان يلم العيله والقرايب والحبايب زي الفل الحمد لله الكبسه بتاعتي بقى تدوري على اللحمه الضاني في قلبيها، تدوري على الكوسه والخضار الحلو بالوانه والجزر تلاقيها، تدوري على بصله حلوه مع فص ثوم وجنزبيل عشان يدي فليفر وطعم تلاقيه، اللومي الليمون الجاف ليه بيسالوني بتكسره بتحطه على الكبسه عشان يديني المزازه والحموضه والطعم بتاع اللومي الجاف ده عنوان الكبسه، البعض بيضربه في الخلاط مع صوص طماطم وينزله، لا انت خليه زي ما انا عملته كده علشان تفاصيله تبان مع الرز ده بيغنيك عن طبق شوربه فيها خضار اهيت وفيها كوسه، يعني السفره لازم تكون فيها حاجات كتيره انت عايزاها، ممكن في نفس الوقت طبق الكبسه ده مع طبق سلطه خضراء مش محتاج اي حاجه تانية. اللهم صل على النبي. نشيل دي كده على جنب، نشيل دي من هنا كده، عينيا يا فندم. حاضر، اللهم صل على النبي. هعمل حاجه بس لطيفه كده بسرعه. بيقول لي فين الهبر؟ اجعله عامر. موجود يا باشا الضاني، ضاني الملبس وانا بحب الكبسه تتعمل بلحمه ضاني فيها عظمه دايما، والله العظيم بحب كده تفاصيل حته اللحمه جوه العظم وانا باكلها. الليمون الجاف عنوان الكبسه يتحط كده على الوش ده لازم يكون على الوش كده بالشكل ده كده. الف انا وشيفه للي ياكل. تمام،
ناخد السمبوسه دي بتاعتنا ونقلبها كده. الاخبار ايه اهي، بقيت السمبوسه عشان تشوفوا اللي اتلفت واحنا مع بعض على الهواء. طبق فول انا شخصيا بحبه قوي في السحور، فول بالسجق. هنعمله مع بعض ازاي؟ الفول عندنا نوعين، يا فول حب زي اللي انا عملته امبارح بالطماطم ابو القوطه زي اخواننا الاسكندريه شفناه مع بعض ازاي، يا اما ان انا هعمله دلوقتي فول مهروس. حلو الكلام. المقادير بتاعته فول مهروس في قلب القدره عندي، القدره دي هتنام معانا لغايه اخر الشهر الكريم ان شاء الله، لان هيكون معانا 30 طبق فول مختلف. اهو حاضر هحطه حالا دلوقتي، هحطه هنا في الطاسه ونحط عليه المقادير بتاعتنا. ومعانا سجق بلدي، يعني شويه سجق كده من عند الجزار حلوين، بناخد منهم شويه ونخلي التاني ممكن نعمله طاجن، مفيش اي مشكله. ادي الفول بتاعنا اهوت على زيت الزيتون نزل. بس شوف القصه اللي انا عاملها دلوقتي. ده الفول في القدره نزل زي الفول. تمام، فول مع زيت زيتون حطيته على النار بالشكل ده كده، احط له شويه الكمون الحلوين، سهل جدا يعني. شويه الكمون الحلوين وشويه الملح التمام، عايزينه سبايسي بنحط شويه فلفله حلوه على الفول كده. الفول جاهز، هتقدمه بالسجق ازاي؟ هو ده الكلام. فول، تجيب الفول على فكره من عند اي حد فوال، او بتجيب الجاهز مفيش مشكله، او بتدمسيه في البيت. احنا المصريين بنحب ندمسه في البيت. بتجيب 2 كيلو فول تنقعهم من بالليل، تاني يوم بتحطهم على حله في النار وتسيبيه يغلي. بعد ما بيغلي بيكون جنبك ميه، بتغلي بتزوديه ميه من وقت للتاني، وحذار انك تحط ميه بارده على الفول وهو بيغلي، هيسود منك. شويه فول معايا زي الفول اهو. حلو، هعمل ايه بقى؟ هجيب طاسه تانيه صغيره وعندي سجق بلدي. اللهم صل على النبي. هقطع السجق ده مكعبات صغيره، هزين بيه طبق الفول. عندنا سجق اهوت، زي الفل. مش الكميه دي كلها طبعا يعني، انا باخد منه شويه كده اهو. حلو، وامسك السجق ده كده بسكينه حاميه، اقطعه مكعبات صغيره والطاسه بتسخن. هحمر السجق ده في قلب الطاسه زي البطاطس المقليه كده، يبقى مكعبات معايا مستوي جاهز، واسقطه على وش الفول بعد الغرف. ده الشرح النظري للطبق بتاعي، تفاصيله اهي. شايفين السجق اهو، ده طبق السحور فيه كل العناصر الغذائيه، بروتين حيواني بروتين نباتي، زبادي جنبه يبقى زي الفل، طبق سلطه خضراء وتعشت الحمد لله وننوي الصيام. كوبايه شاي زي شيف المغازي كده، انا عندي كوبايه الشاي اهم من السحور، ولازم اشربها قبل الاذان مباشره. بشوف كل يوم للامانه على القناه الاولى قبل اذان الفجر، بيجي طبعا كل يوم، كان امبارح شيخ مختلف والنهارده شيخ فضيله شيخ مختلف، بيقول تواشيح رمضانيه وكده وابتهالات دينيه بنسجب معاها بصراحه، ويبدا بالاذان على طول، بكون ماسك كوبايه الشاي ومستعد بصراحه يعني. والله يعني حاجه تفاصيل كتيره السنه دي ان شاء الله على شاشه القناه الاولى انا ما شفتهاش قبل كده. زيت زيتون حلو، ركزي معايا بقى عشان هنا المهم. فص توم حلو قوي. حلو زي الفل. وننزل بالسجق بتاعنا ونسيبه على النار كده. ما يتقلبهوش خالص دلوقتي، اوعي تقربي منه، سيبيه دلوقتي خالص. اقول لك على حاجه حلوه، غطيه باي غطا كده جنبك اهو، دي هتغطيها شيف علشان ياخد الشكل بتاعه، انا مش عايزه يتكسر. عايزه ينافس البروتين الحيواني، البروتين الحيواني مع البروتين النباتي في طبق واحد، وجبه سحور كامله. الفول بعد ما اتهرس حطيته في طاسه مع زيت زيتون وبقلبه كده مع شويه كمون، خلاص هو جاهز، هقدمه في الطبق. ايه الجمال والحلاوه، شويه فول هنسيب كل اللي على السفره ونركز عليهم مع العيش بتاعنا كده البلدي. حلو قوي، تسلم ايدك. معانا سجق على النار، والسجق ده يا عم الشيف واخد فلفل حار. ايه الجمال والحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. هي نفس الاكله، السجق مش هقلبه خلاص هو جاهز. زي ما هو كده. هي دي التفاصيل اللي انا بتكلم عليها. لازم ضيوفك يسالوك ايه ده، ايه اللي انت عاملاه ده. والله بفتح القناه الاولى بتابع الشيف المغازي، بيجي السنه دي في رمضان كل يوم بيعمل طبق فول، بس كل طبق وله تفاصيله. مكلفنيش حاجه، هم شويه الفول اللي في قلب التلاجه، هم شويه الفول اللي بنجيبهم من عند الراجل بتاع القدره، وشويه السجق اللي موجودين في التلاجه كان عندنا باقي. ما عندكيش السجق ممكن تحط لحمه مفرومه،
بنفس الطريقة زي الفل. صورني معايا يا شفيق سر الكنافة وتفاصيلها في السمنة البلدي. ركزي معايا بقى عشان الموضوع ده مهم جدا. سر الكنافة وتفاصيلها في شوية السمنة البلدي اللي بنحطهم على الكنافة ونبسبسها بيهم، ده مهم جدا على فكرة. فتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. ادي الكنافة معايا ومعايا صينية متونة سمنة بلدي، الله، اهو، ومعايا التمر ومعايا لوز مطحون اهو، ومعانا صينية كنافة جاهزة معانا. فانا هعمل واحدة مع حضراتكم دلوقتي واحنا شغالين. عينيا نبدأ نشغل الايه الكبة دي كده الاول عشان نشوف ازاي نعمل صينية كنافة بالتمر. بنشتري من بره كيلو يقول لك ب 180 جنيه، 180 جنيه ليه يا عم الحاج؟ ده احنا عندنا التمر بنصدره للدنيا كلها، بتاع سينا بتاع الواحات اهو. اهي العجوة اهيت زي الفل، او تمر يكون طري شوية بالشكل ده كده. معانا مين يا فندم؟ اهو، واحط شوية لوز يا حاجة سهير على التمر. هناخد التمر ده كده خلاص، هي دي التفاصيل. معلقة سمنة بلدي، شوية تمر، شوية لوز في قلب الكبة، هي دي الحشوة بتاعتها. الله، هنشوفها مع بعض دلوقتي سريعا. يلا، في قلب بولة ازاز كده، دي الحشوة. ونريح شوية من موضوع الايه القشطة والكريم. زي الفل. التمر مهروس مع اللوز، ممكن مكان اللوز تحط فول سوداني. والكنافة معانا زي الفل، نوسع كده. وعندك سمنة بلدي سايحة على النار، حلو؟ هنجيب السمنة دي كده نسخنها كأنك بتعملي كحك. وناخد الكنافة دي يا عم الشيف نحطها كده اهو. ركزي معايا بقى عشان الكنافة عنوانها سمنة بلدي، والكحك عنوانه السمنة البلدي، والبسبوسة عنوانها سمنة بلدي، وهكذا. ناخد دول كده، كنافة بالتمر بتفاصيل صغيرة من الشيف المغازي اهو. تمسك الكنافة قبل ما تحط السمنة تفلفليها كده. الشعر الحلوة دي في كل مكان. أي دي التفاصيل اللي بتكلم عنها، شوية الفول بنلاقيهم الراجل بيبيعهم في الشارع، الزلابية، الكنافة، القطايف، الحاجات دي كلها. هننزل بالسمنة البلدي كده على الكنافة. الله، اوعي ايدك. ولازم السمنة تنزل سخنة. اللهم صل على النبي، زي الفل يا عم الشيف. عندي شوية مية زهر. انا بحب ميه الزهر دايما مع الكنافه. تنزل كده حتى تبرد السمنه شويه اهو. الله، حلو. ونمسك الكنافه يا عم الشيف ندلعها. ودلعيني يا سمنه مع الكنافه اهو اهو اهو، حلو. ونمسكها بقى نقسم المقدار ده نصين، وطبقه البلح او طبقه التمر مع اللوز في قلب الكنافه اهو. ناخد ده كده ونيجي كده هنا كده اهو. هي دي بقى الحاجات الصغيره. وصينيه الومنيوم، شفت الصواني دي على فكره؟ والله العظيم انا شفت بعينيا لما كنت مسافر وشفت الكلام ده في مصر. بنيجي الناس من اخر الدنيا تاخد صواني الالومنيا دي من هنا من وسط البلد عشان تعمل فيها صدر الكنافه وصدر البسبوسه. شايفين الجو ده كده؟ دي التمر مع اللوز مع عين الجمل، انت وجيبك بقى. انت والمكسرات اللي عندك. واحط الكنافه على الوش. عندك شربات جاهز. ايه مقادير الشربات يا مغازي؟ كوبايتين سكر بياخدوا كوبايه ميه، ده شربات الكنافه والبسبوسه. اكتبي عندك بقى كده، شربات الكنافه والبسبوسه كوبايتين سكر بياخدوا كوبايه ميه، ونص ليمونه. بعد الشربات بتدوبوا السكر مع الميه على نار هاديه، بتسيبوهم على النار من 8 ل 10 دقائق، وتستخدموا السكر الابيض في الشربات، ما تستخدميش السكر الاصفر. حلو الكلام؟ نلم ده كده، احنا اولى بيهم، دول فيهم سمنه، فيهم خير دول. احطهم على الوش. واسويها كده بقى واضغط عليها بايدي. ادي صينيه الكنافه اللي بالتمر اللي نروح نشتري الكيلو ب 200 جنيه، ليه؟ اهو الكنافه اهي في قلب الشارع في كل حته في كل مكان. وشويه التمر بتوعنا جبناهم شلنا النواه منهم وفصصناهم وضربناهم في الكبه مع شويه لوز او عين جمل. زي الفل. درجة حرارة الفرن عندي 180،
حلو الكلام. مكانها فين دي بقى؟ حد يقول لي بقى، حد يقول لي بقى مكانها فين؟ اخبار الكنافه ايه؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه وايه الشربات ده يا شيف؟ اه يلا نحطها هنا الاول عشان ايه، نحط عليها الشربات. الشربات بتاعنا اخباره ايه؟ جيب لي الكنافه دي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اه صينيتين كنافه. اسمع الصوت ده، الصوت ده كده قرب. يا ويلي يا ويلي، كلب الصغير لا يتحمل. كنافه بالتمر واللوز ومزاجك اللوز. وعود القرفه ده ينزل على الوش كده. الف هنا وشفا. طيب انا هبدا دلوقتي مع الهلابينو سمبوسه، ودي حاجه جديده وحقوق الطبع لدينا وبس. جبنه موزاريلا، فلفل متخلل حار اللي هو الهلابينو ده موجود في السوبر ماركت برطمانات منه، وعجينه السمبوسه اللي معانا كل يوم 30 يوم ان شاء الله، النهارده تاني يوم منهم، ومعلقه دقيق دايبه في شويه ميه من الحنفيه بس، خلاص مفيش حاجه غير كده. حلو، تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض ازاي. وحاجه جديده لازم ولادك ولازم ضيوفك يسالوك يتحط فيها ايه، ما سالوش يتحط فيها ايه اعرف ان انت مش عاملاها صح. هناخد الهلابينو ده كده نقطعه بالشكل ده كده، صغير كده عشان كده استنيت بيه للاخر. ومعانا عجينه السمبوسه ومعانا جبنه موزاريلا. بيقولوا لي في الكنترول هم غاويين سمبوسه، ينفع حاجه بدل الموزاريلا؟ جبنه قريش مش هتقول لا، جبنه شيدر مش هتقول لا، اشقوان مش هتقول لا، جبنه كيري مش هتقول لا، الجبنه اللي انت حباها. بس انا حابب الموزاريلا، بحبها دايما مع السمبوسه، لان وانا باكلها بشوفها قدام عينيا بتشد كده فبفرح بيها يعني، بتنافس انا وهي. نعم يا غالي، العجينه اهي. بس انا مش والله مخرجنا ده قالي بص لا شفيه انت زي العسل. عجينه السمبوسه ما تتفكش منك غير وانت بتلفي، بس طبعا مخرجنا ادالي امر لازم اسمع الكلام. ليه يا شيف؟ علشان العجينه ما تنشفش منك، تيجي تلفيها تتكسر من ايدك، فلازم يا اما تلفيها في شاشه مرطبه يعني طريه كده يكون عليها شويه ميه، يا اما في كيس بلاستيك، حاجه من الاثنين يعني. عملت ايه يا شيف؟ الحشوه دي اعمليها النهارده وقولي لي رايك فيها بكره، مش هستعجلك يعني، قولي لي رايك فيها بكره. ايه الحشوه يا عم الشيف؟ هلابينو قطعته مكعبات صغيره، وجبنه موزاريلا، وشويه بقدونس، وحطيتهم على الجبنه وقلبتهم وخليتهم على جنب، وعندي سمبوسه اهي في قلب الزيت جاهزه. وجمان يا باشا بالجبنه، انسى ان الجبنه تفك، انا محزمها. تفك ازاي؟ ونبدا نلفه مع بعض. اللهم صل على النبي. اللي هنلفه هنحمره ان شاء الله. السمبوسه اهي، هم السر هنا، شويه الدقيق في شويه الميه. حلو، ايه الجمال والحلاوه دي؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ نعم امروني انا معاك. هنغرف السمبوسه اللي احنا حمرناها هنا. الله الله، اللهم صل على النبي. واللي انا لفيتهم دلوقتي هحمرهم مع حضراتكم كده. يا ويلي، هرم من السمبوسه يا شيف. فكت؟ لا طبعا، احنا بنهزر. اقدمها هنا كده اهي. مكانها فين دي؟ خليها فين؟ هنا عينيا اهي اهي. ربنا موسعها علينا وزي الفل. تاخد السمبوسه دي يا عم الشيف، ننزل بيها في قلب الزيت. اذا فكت يعني على مسؤوليتي، هاكلك طول الشهر وافطرك طول الشهر على حسابي. بالجبنه. ايه الجمال والحلاوه دي؟ اللهم صل على النبي. عشان نتكلم الصراحه يعني، هتقول لي يا شيف مغازي وانا زيك عشان اخش في ساعه زمن اعمل الشغل اللي انت عملته ده، ايه كان حاضر عندي؟ حله ميه بتغلى على النار بتنقذني لما انا بحطها على الكبسه، اللحمه متقطعه عندي وجاهزه، عجينه السمبوسه جاهزه عندي طالعه من الفريزر وشغاله زي الفل، مش هستنى جنبها لما تفك. الحاجات دي مطلوبه ولازم ان احنا نجهزها اذا انت عايزه تقف في ساعه زمن بالظبط زي الشيف المغازي. بعض يقول لك الشيف المغازي ده لفيفها من قبل ومحمره من قبل. مطبخنا تاني يوم الشهر الكريم، كل عام وحضراتكم بخير، له تفاصيله السنه دي على شاشه القناه الاولى. اكل بسيط، مكونات قليله،
بتكلفة قليلة بنقدر نعمل سفرة لها تفاصيلها. كبسة باللحمة الضاني، عملنا صينية كنافة بالتمر واللوز، عملنا طبق فول جامد جدا بيتكلم مصري مع السجق البلدي، السمبوسة بالهلامينو مع الجبنة لطيفة وجميلة. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.